عندي سمان ولكل سمانية هاخد بصلاية مفرومة، لكل سمانية بصلاية مفرومة. عندي 6 سمانات 6 بصلات متوسطين. عندي بقى حدث ولا حرج في الايه، في التوابل، في كركم ودي حاجة أساسية هتلاقوها في معظم الأكل اللي أنا بعمله، في عندي قرفة، في عندي كمون، الكمون أساسي جدا للسمان علشان ريحة الزفرة مع القرفة، وبهارات، ولو عايزين شوية شطة يبقى لطيف، بس فلفل أسود برضه يبقى حلو قوي، وملح، وخلاص. هي دي الحكاية اللي هعمله هنا، إن احنا نحط كل الأشياء فوق بعضيها. بصل كتير، عايزاكم كده تبقوا ايه، جاهزين لحكايه ان انتوا هتتعاملوا مع بصل كتير. نبتدي بقى نحط كركم، قرفه، بهارات، كله زي ما انتوا شايفين ني في ني، وفي الاخر هتشوفوا ايه اللي بيحصل. كمون، ملح، وما بين هنا وهنا انا بحب دايما اعملها بالطريقه دي، لما بنفصل زي الحمام بتعامل معاه معامله الحمام، كاني بدل ما بحشي رز او فريك، لا انا بحشي ده بصل، فطعمه بيبقى حاجه مش طبيعيه، يعني مسكر كده ويذوب في فمك لا في يدك، او في يدك لا في فمك. حلو الكلام، شايفين؟ ولعلمكم بقى ممكن كمان نطخنها شويه ونحط لها شويه من الزور، ليه لا، مش هتقول لا ابدا، ونخليها كده اهو زي الحماميه اللطيفه، شايفين تخينه وحلوه وجميله ازاي. بس انا هحطها هنا دلوقتي كده، هخليه على النار شويه، هخليه على النار. بص هو سوا مش بياخد سوا كتير بصراحه، انا كنت دايما بقول بفتكر يعني في تسويته ان هو بياخد وقت اكتر من الايه، الحمام بياخد ساعه تقريبا، خصوصا الحمام بنعمله دايما برز او بحاجه. بصوا بقى الحته اللي جايه دي مهمه، احنا فاتحين على نار عاليه دلوقتي، نفتح على نار عاليه، بعد بقى ما غليت 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 هننزل بشويه صويا صوص. الصويا صوص بقى بتديله لون رائع، وبتديله برضو طعامه تانية خالص، يعني سبحان الله مش عارفه ازاي الواحد كان زمان عايش بدون الصويا صوص. بتالي من ساعه لما سفره بدات وكلام على صويا صوص ودبس الرمان والروزماري وكل الحاجات اللي الناس ما كانوش بيتكلموا عليها، يعني مع يعني ثقافه الاكل في مصر فعلا اتغيرت من ساعه لما سفره فتحت واخواتها بقى فتحوا، يعني هي الاخت الكبيره بتاعت كل ايه الاخوات الصغننين. نيجي كده 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 ونخليها برضو تغلي شوية، ونقوم ايه مدخلينها الفرن في المرحلة دي، بعد ما تغلي ونقلبها ونحط الصويا صوص نقوم واخدينها كده هي لبيلة، ثقيلة ثقيلة ثقيلة، وندخلها الفرن بالشكل.